هاي سنابل كيفكن؟ قبل ما نبلش نتعلم الرقص تبع الحلقة الثالثة من فيديو كليب لأنه مات كرمالنا، خلونا قبل ما بعد نتذكر الرقص تبع الحلقتين اللي قطعوا قبل. جاهزين؟ 5 6 7 جو 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 وهلا سنابل خلونا نبلش نتعلم رقصة تبع الحلقة الثالثة. 5 6 نعمل اجري اليمين لقدام بننط عليها بنعمل 1 بننط على اجري اليمين على اجري الشمال نرجع بنعمل اند 2 بننط على اجري اليمين 1 بننط على اجري الشمال اند بننزل اجري اليمين 2 يعني عندنا 1 اند 2 نفس الشيء بنعمل عمالة اليمين 3 اند 4 بس في شيء جديد بنعمله مع انه بنمد ايد اليمين مع جسمنا بنعمل 3 and 4 وبنعمل هلا شمال يمين شمال بنعمل 5 and 6 بنعمل 5 and 6 وهلا بنعمل اجري اليمين لورا واجري الشمال لقدام بنعمل 7 بننط على اجري الشمال and بننزل اجري اليمين 8 يعني بننط على اجري اليمين لورا بنعمل 7 اجري الشمال لقدام and بتنزل اجري اليمين حدا 8 يعني صار في عندنا 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 خلونا نعملها مع بعض على البيت 5 6 7 go 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 اوكي سنابل اجى الوقت اللي بدنا نقلكم فيه بنشوفكم بحلقه جديده بدنا نقلكم باي